اسعار الفراخ البيضه اليوم 12/10/2024؟ كيلو الفراخ البيضه عامل 92 جنيه، كيلو الفراخ البلدي الاحمر الساسو الكيلو عامل 120، كيلو الفراخ البلدي بلدي الكيلو عامل 135، وفي فراخ امهات الكيلو عامل 90 جنيه. كيلو الوراك النص فرخه الكيلو عامل 97 جنيه، وراك النص فرخه كامله على بعضها بالسلسله الكيلو عامل 97 جنيه. كيلو الوراك المقصفة فيها جزء بسيط من السلسلة الكيلو عامل 110، وراك مقصفة فيها جزء بسيط من السلسلة الكيلو عامل 110، مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة. كيلو الوراك المخصوص المخلية من السلسلة الكيلو عامل 120 جنيه، وراك مخصوص مخلية من السلسلة مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة الكيلو عامل 120 جنيه. كيلو الدبابيس عامل 125 جنيه، دبابيس صافي. الكيلو بيجي 6 دبابيس أو 7 دبابيس، الكيلو عامل 125 جنيه. كيلو الوراك الحمام الكداب الجاهزة الكيلو عامل 165 جنيه، وراك حمام كداب جاهزة الكيلو عامل 165 جنيه. وفي وراك ممكن تاخدها ونعملك احنا حمام كداب بالعدد اللي انت عايزه، سواء 2 3 4 زي ما انت عايز، ونعملك احنا حمام كداب بأمر الله في الجاهزة. وفي وراك ممكن تاخدها ونعملك احنا حمام كداب. كيلو البانيه متقطع شرايح الكيلو عامل 205، بانيه متقطع شرايح احمر مش شارب مية، يشرب معاك التتبيلة ويدي معاك الطعم والجودة اللي انت عاملها في التتبيلة. كيلو الزنجر او ستريبس البانيه الكيلو عامل 205، طالع من موز البانيه. الزنجر او ستريبس البانيه الكيلو عامل 205. كيلو شاورمة البانيه عاملة 205، شاورمة مفيهاش ولا عبل ولا دهون بإذن الله، الكيلو عامل 205. كيلو الشيش طاووق مصنفر من الدهون الكيلو عامل 200 جنيه، شيش طاووق مصنفر من الدهون معلوش أي نسبة دهون خالص الكيلو عامل 200 جنيه. كيلو شاورمة الشيش طاووق عاملة 200 جنيه، شاورمة متصنفرة من الدهون خالص، شاورمة شيش طاووق. كيلو صدور البانيه سليمة مفيهاش ولا عبل ولا ده الكيلو عامل 205، صدور بانيه سليمة. كيلو صدور بالعظم مخصوص الكيلو عامل 165 جنيه، صدور بالعظم مفيهاش ولا جناحات ولا جلد بأمر الله صافي خالص، صدور بالعظم مخصوص مفيهاش زيادات خالص. كيلو صدور بالعظم فيها الجناحات الكيلو عامل 150 جنيه، صدور بالعظم فيها الجناحات بس مفيهاش ولا جلد زيادة ولا فيها أي زيادات بأمر الله. كيلو الأجنحة الصافي الشواية الكيلو عامل 78 جنيه، جناحات صافي شواية فيها جزء من السلسلة الكيلو عامل 78 جنيه. كيلو الهياكل عامل 42 جنيه، هياكل الجناحين بالرقبة زي ما موضح في الفيديو، وفي رقب لوحديه الكيلو عامل 20 جنيه، رقب لوحديه الهياكل 42 جنيه على بعضها. كيلو الكبد وقوانص الكيلو عامل 110، كيلو الكبد صافي عامل 120 جنيه، كيلو القوانص متصنفرة من الدهون الكيلو عامل 120 جنيه، وفي قوانص ميل عادية الكيلو عامل 110. كيلو البط المولر الكيلو عامل 135، بط مولر، في بط مسكوفي الكيلو عامل 135، كيلو البط البلدي الكيلو عامل 155. كيلو الأرانب الكيلو عامل 130 جنيه، أرانب شمرت من 1.5 كيلو لغاية 2.5 كيلو. كيلو برجر الفراخ الكيلو عامل 145، الكيلو بيجي 18 قطعة برجر فراخ بأمر الله جودة وطعم. كيلو كفتة الفراخ متصبعة وجاهزة الكيلو عامل 155 جنيه، كفتة فراخ متصبعة وجاهزة على التسوية على طول الكيلو عامل 155 جنيه. كيلو حواوشي الفراخ عامل 130، كيلو حواوشي الفراخ عامل 130، متبل وعليه كل المقادير بأمر الله. كيلو صدق الفراخ الكيلو عامل 165،
بأمر الله جودة وطعم. لأي طلب أو استفسار هتلاقي الأرقام موجودة على الصفحة بأمر الله، أو سجل معايا 0195 022 03.